عليكم من جديد في زون ميكس مع ضيوفنا اليوم خالد التويت اللاعب السابق لنادي الفريق وكذلك سامي العروس اللاعب السابق لفريق تونس. العادة رحب بكم من جديد في دربي قبل الدربي يوم غد بين الترجي والافريقي. السؤال نتاعنا حطيناه في اللايف نتاعنا اللي على الفيسبوك، هل نستناو نجم نشوفوا نتيجه تاريخيه غدوه في مقابله الدربي؟ برشا عباد تحكي على السكور هذا، حتى سامي لمح له منذ قليل. يمكن برشا من حبايب الفريق ينجموا متخوفين من الحاجه هذه ولو انهم عندهم ثقه في جمعيتهم، وبرشا من حبايب الرجل يحكيوا على امكانيه انه ترجع ل 5 5 85. خلينا نبدا معك انت سامي. ما حضرها خالد دوري الخمسة صحيح هو جمهور الترجي معناتها في فرصة كما هذه، وبون صحيح باش يعملوا ضغط على اللاعبين نتاعنا خمسة، لكن احنا طالبين باش تكون النتيجة هي البوزيتيف، معناتها باش تكون ربح بأي نتيجة، خاطر نلعب كورة ونعرف الدور المون تاع الماتش هو اللي يحكم فيك. تنجم ما تمركيش، تنجم تدخل في بيريود صعيبة، تنجم تدخل حتى أنت في الدوت، مش هو يدخل في الدوت، تنجم يكون الضغط عليك عالي برشا، تنجم ما تعطيش روندمون. لكن صحيح في اللي موجود توا الكلوب افريكان بالجوارات الصغار هذوما بالستياسيون هذوما بالدوت هذايا، مع احنا في الفافوري معناتها في الملعبيه في كذا في الفيكتيف في الريزلتا في الواحد. جمهور الترجي عنده الحق، تم برشا يستناو باش يقول لك اعطيني الخمسه. ممكن ممكن ده ممكن قعد في قلوبكم شويه سامي. اسمعني انا عشت راهو ماتشوات لازم تمركي اربعه، جيتنا ماتشوات كوب دافريك مع انك تقبل زوز البرة ولا تكون خاسر 2-0 ولا خاسر، خلينا في الدربيات. لا 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 باش نحكيك ريزلتا، نحكي لك ريزلتا، تكون خاسر 3-1 برا ولا 3-0 يلزمك في بلادك تربح الاربعه، ديروا المون تاع الماتش باش تربح الاربعه، يلزمك تقرا وتدرسوا كذا وكذا. صحيح هو لونتونير مش باش يدرس الموضوع كيفاش في ماركي خمسه، لكن يقول لك اذا كان جات البونتويت خل تجيب تبيعتها، نجم تخدم باش تخدم ماركي الخمسه مثلا. كيفاش تخدم؟ تقول انا بريمير ميتون زي ماركي زوز، اذا كان ماركي زوز بريمير ميتون وخرج 2-0 سيرمون باش تدخل. يقول لي غير تغير شويه مكشخين الخمسه نتاع 85. مش تغيظ اما باش نسكتوا الناس وكا شنو هو تغيظ؟ خاطر كي قعدت لنا الخمسه هذيك ان شاء الله حبينا، ثم عام جت الخمسه وتنحانا زهمون، نحانا البونتو الخمس عاد زهمون نحكم بونتو الخمس. اي اما شوف ايش صبقكم في الاول. لا لا جينا تروا فوا في 4-0 كيفاش وقتها لونترنور وقتها الاربيت نتاعكم الاربيت الكل نتاع السنين، ثم تروا ماتش في 4-0 ما وصلناش الخمس، تروا ماتش صارت انا حاضر تروا ماتش في 4-0 لكن ما وصلناش للخمس، ان شاء الله غدوه نوصل الخمس. خالد اخوي قل الخمسه نتاعنا احنا سبيسيال، خاطر جاتهم خمسه خمسه 85 وخمسه نتاع العشي، معناها اربع خمسات ماني حتى نحن توا حتى في قبل الماتش حتى كان تقول واحد اكاي ما كانش، خاطر الاسبيرونس هذيك راهو نتاع الخمسه تعرف شكون فيها، راهو طارق معلول بسامي الجريدي بن يحيى، معناها جمعيه كبيره نتاع الاسبيرونس مش جمعيه صغيره. غدوه الماتش نتصور قال لك كنا نجم نرجعوها لكم مع عادل زهمول نحى الخمس. عادل زهمول تيما وقتها مسبقهم ثلاثه وقتها اللي زربيت انا ديما قلت هو بيدو قال بونتو صحيح نحيتو للترجي. اي كي نحيت للترجي خلي فما برشا اربيترات تو يجيو يتكلموا تو فما حقائق يعرفوهم العباد يا اخي كانوا قبل ما جد بريود احنا اقوى. اسمعني اسمعني اقوى من اقوى من الناس الكل وقتها بالصيف تسليم وقتها جد بريود وقتها اي جواب. اسمعني اسمعني عايش خويا وقت نجي نقول لك حاجه، اليوم كي تجي تسبق جمعيه تو كيما الاسبيرونس علاش سابقه على الجمعيات؟ خاطر عندها الاسبيرونس لا من بكري عندها لي موان. لا 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 مش عندها لي موان، سبقت هدم الجمعيات وسبق الاسبيرونس. اليوم الاسبيرونس هاربه على الجمعيات بخمسه سنين في الاداره في التنظيم في كل شيء، شكون اللي سبقهم؟ قبل نحن في النادي الافريقي كانت العباد ما تحبش تشد رئيس وقت اللي كان هو رئيس، لكن جاكي جاح وقت اللي هو زاد سامحني سامحني وصل بيريود رجعنا كيف كيف كي تلقى كي تلقى الارضيه باهيه باش تنجم تكمل القدام. احنا قبل وقت كان سليم حتى حد ما يحب يشد بريزيدون، وتو تو الناس كلها ولا تحب تشد البريزيدون. تو حمدي المد بزاد نظم الامور. اسمع نحكي لكش على الاكسبيرونس، ما نحكي لكش على الاكسبيرونس، انا نحكي لك على الكلوب كانوا يخافوا منه، كانوا يا ولدي كانوا في الكلوب افريكان كيعملوا رينيون يحلوا له تليفون فما جوارات يا ولدي يا التاريخ هذاك انا ما نحبش نحكي معاك. نحكيو في ماتش اليوم، نحكيو في ماتش اليوم الاسبيرونس اليوم فافوري خالد انت من العباد اللي تقول سليم شيبوب هو اللي كان بدل برشا وقتها في الترجي وكان عاون برشا الترجي خاصه من الحكام والحاجات هذه. عاون الترجي برشا حاجه باينه، عاون برشا 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 برشا. سليم سليم انت كنت بحذايا قبل وحكينا عليه فيه الموضوع، خلينا نحكيو خاصه في متعلق بتصريحات زي الجزيري وقتها. خلينا نحكيو في النقطه هذه. انا نجي توا بريزيدون دو كلوب، نجي عندي لي موان باش ناخذ لي بون زيليمون في الجمعيات تاع تونس الكل. هو عنده كان عنده لي موان، تقول لي ما كانوش عنده لي موان سليم شيبوب، عنده لي موان عنده البوفوار. خلينا نكمل خلينا نكمل عنده البوفوار عنده الفلوس
عنده الفلوس وعنده البوفوار. اش عمل سليم شيبوب؟ جاي خذا لي بون زيليمون تاع الجمعيات الكل، لتوال حاستها بجوار يعمل لك يمشي يفكوا. مراد الشابي ماشي لسوس، مراد المالكي ماشي لسوس، ماشي لتوال يعمل لك يجيب. بالله سامحني في الكلمة هذيا، بالله سامحني. خلينا نكمل خالد. باهي كمل تفضل. الشابي ماشي مثلا من الكيف ماشي لتوال يعمل لك ويجيبه. خذا حتى من سوسه هيبي، حسن الجيبسي يفكوا لتوال، سامي العروسي يفكوا من الجري، سراج الجنشيح يفكوا من حمام لم، يعني كان يجيب الملاعبية، كان عنده ليمون. بالغورة. الناحية الغورة. كي بالغورة عايش خويك شنو هي هذه؟ توا في الجينيراسيون توا في البيريود هذه، ليسبيرونس عنده لي مويان. باش تاخذ اللاعبين الباهين الكل. تو سامحني انت وعندك الفلوس. اي وقت اللي تسبق يا ودي. كي جاكم سليم الريح وجاب لكم الجوارات. سامحني. وقت عملتوا عام باهي. جاب لكم اللي عنده الفلوس وجاب اللي جاب وعمل جمعيه. شوف هذا الشامبيون. يا سامي. اللي عنده لي مويان، اللي عنده لي مويان. لا لا مش مويان، هو عنده لي مويان والغطرسه، مويان وغطرسه، علاش باش نقول لك علاش؟ حاجه زايده. لا لا جاب لك، لا لا مويان وغطرسه، علاش نقول لك علاش؟ راه الكوره لا لا يا ودي مش غوره، لا 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 مش غوره، علاش باش نقول لك؟ شوف ايش نقول لك؟ سامي. فك لك في اللعبيه تو ريسبيرونس. فما جوارات قبل كانوا انفوندابل، حمادي العقربي نتاع صفاقس، خميس العبيدي. لا تبدل مر الجبالي، ليه قبل نحكي لك، لا وقت اللي جا سليم كانت مازالت اسكندر السويع كان نتاع صفاقس، ما يخرجش من صفاقس، احكي لك حاسيلو، كانت قبل توا ساعه كي تجي تسبق جمعيه على جمعيه، راهو قلت لك ليسبيرونس سبقها 5 سنين، وليت تحس ليسبيرونس بروفيسيونيل عندهم برشا، وقبل كانت الجوارات ما تكلمش هاو سامي يلعب معاهم، خذيت فلوسك انت، كنت تعرف كونتراتوك اش فيه واش ما فيهش، كان قبل جوار ما يراش كونتراتو، العب. مرة قالوا عطينا بريم، قال لهم يا اخي انتم ما جبتوش شامبيونان، دونك هذيك اللي خليت خالد تهرب يا عايش خويا، وقت اللي انا سامحني وقت اللي نجي البلاد نعمل فيها حرب ندمرها باش تعاود ترجع هاك البلاد، الفو دو تون هو دمر الكلوب، الكلوب ما رجعتش الوقت اما خالد تمشي رجعت عنده مده ملي خلاص يا ولدي نقول لك وقت اللي تجي هاي رجعت سامحني عايش خويا وهز الشامبيونان عايش خويا جي نقول لك 2016 الشامبيونان عايش خويا 2015 ديما الكلوب باللي رجعت ماهيش الكلوب اللي نعرفوها، خاطر كانت بريود الكلوب ديما الكلوب ما تنجمش تكون الكلوب اقل من الثانيه. خالد حتى وقتها حتى سليم شيبوب قالها، قال اللي كاين في سفيكا ليتوال مش الكلوب زاد. خاطر دقدقنا نحن الكلوب. سلام. ما دقدقهاش. سلام. نجيتك سلام. دقدق جمعيه كل الوقت. يا ودي نقول لك حاجه بالله سامحني ميساج خلينا نتكلم تو انا تو بالله سامي سامحني تو اندرا بالله سامحني تو ليسبيرونس مأسس 1919. حتى ال 88 عندها 7 شامبيونالات و6 كوبات. فاهمين لهنا؟ شكون لعب في ليسبيرونس من 19؟ سامي تلمساني عمي يوسف، يوسف وزه، فرفت العبيد، عبد مجيد بن مراد، تميم، اسامي ما تتنساش. في 88 سنه ولا 90 سنه هزين 7 شامبيونالات و6 كوبات. جي سليم هز 14 في قداش كل عام ليسبيرونس دي مسيف هزو شامبيونال. مسيف الشامبيونات هز وفات وحمدي هز اكثر منه. حمدي شنقول لك؟ حمدي جا لقى الارضيه يا سامي ديما وقت اللي تجي تلقى بلاد حاضره نمشي معاك تكمل. نمشي معاك وقت اللي تجي تلقى بلاد تندي هاك مشيت تلعب في الافريق ريت المستعمرات الانجليزيه تلقى عندهم كياس ونوفوتي الفرنسيس تمشي تلقى البتي دي جيني نتاعك وتلقى لوتيل دونك اليوم كي تدمر بلاد الفو دو تون باش ترجع قاعدة الكلوب من وقته هو لتوا نعانيو مستنسى الكلوب راهو الناس تمشي للستاد قبل نلعبوا في الكلوب نقولوا قداش نربحوا يا سامي نمشي معاك الشخصيه نتاع الكلوب الكلوب افريكان والله وعلاش ما تقولش كانوا يجيو يلعبوا معنا في مشاكل الكلوب اليوم من شيبوب معناها علاش ما تقولش هو خدم صحيح وعمل لي اداره وعمل كذا وحضر لي تيران وعمل الاستراتيجيه والناس كملت تخدم هكا مش ضد واحد يحب جمعيته ومش ضد واحد يخدم دون لي ريغل دولار عايش خويا مش بالغوره ماهيش بالغوره اليوم انا عندك الحق تحب جمعيتك غير على جمعيتك كوره فلوس خالد الكوره غوله لا لا قبل يا اخي سامحني بالله تقبل هو الكوره غوله قبل كان لا ودي قبل كان انا شنو قعدوا نلعبوا لا مش غوله لا مش غوله الكوره في كوره تيران لا في تيران لا لا مش اللي عنده الفلوس لا لا يعيش اكثر يفك ياخو مش يفك مش ياخذ الجوارات يفك يشرب الفلوس يشرب الفلوس يشرب الفلوس هي هذيك هي الكوره هذيك هي اليوم اليوم تحط انت على جوار اليوم الكوره فلوس علاش نمشي معاك باش نقول لك علاش كوره فلوس شكون في المانيا الاولانيه بايرن اغنى جماعي في انجلترا مانشستر يونايتد يقعدوا يتبادلوا ثلاثه مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اغنى واحد اغنى واحده في فرنسا باريس سان جيرمان والريال مدريد والبي اس جي وبرشلونه في الكوره فلوس الكوره فلوس باه
مع الفلوس انت ريت برنار تابيه كل عام كي مارسي واحد ولات مشاكل يعني اليوم ماهيش غوره يعني فما حاجات في الكوره ما تجيش تدمر جمعيه رانا نحن دمرنا والله من وقت هذاك قال لما نرد كيما يا ولدي جمعيه الكلوب افريكان والله والله يا سامي ورسك انت كانوا فما جمعيات ما نحبش نسميهم نبداو نلعبوا في المنزه والله يجيبوا مصوراتهم مع يخسروا ثلاثه اليوم ولا يجيبوا المنزه يا خالد اسمعني بربي خلينا نحكي النقطه هذيك الشخصيه نتاع الكلوب مشات خالد النقطه هذيك ثم اكيب كبيره كانت موجوده قبل في الكوره موجوده في العالم اللي هي لاجاكس لليوم مازالت كيب كبير باي. لا اقل شويه باهي باش نقول لك علاش ثم جمعيات مثلا يقول لك انا توا موجود بفلوسي موجود نخدم على روحي لي جوارات يخرجوا نهز لي تيتروات وشامبيونز ليغ نتاع الاوروب وكذا كذا جي بيريود يقول لك انا ما عادش موجود في الـ في الـ في الباليو الاولاني نتاع الجمعيات الكبيره في العالم ما عنديش فلوس ريال مدريد ما عنديش فلوس برشلونه ما عنديش فلوس تنرجع مع جاكس تنرجع لارسنال ما عنديش فلوس مانشستر يونايتد ما عنديش فلوس سيتي شنو يعملوا جمعيات هذوما باش يجاري الجمعيات الكبيره ما ينجمش يجاري يجي يقول لك انا نولي جمعيه تكوين ونبيع باش نعيش بون في التكوين نتاعي كيما لاجاكس في التكوين نتاعها من بعد جي جينيراسيون طلعت تنجم تهز لك شامبيونز ليغ لكن ما عليهاش ضغط ايش تحب تقول سامي فهمتك ثم جمعيات في تونس يحبوا يجاريوا ليسبيرونس ما ينجموش يجاريوا ليسبيرونس الكلوب والاتوال ما تنجمش تجاري ليسبيرونس لازمهم يجاريوا ليسبيرونس توا ما ينجموش يجاريوا ليسبيرونس لازمهم يجاريوا ما ينجموش علاش ما ينجموش الفلوس ما عندهمش كيما ليسبيرونس اللي يحب يجاري ليسبيرونس تو كيما الكلوب افريكان بار شونس ولا بار زهر باش يطلع 10 جوارات صغار ولا 11 جوار صغير ينجم يكون جمعيه صغيره ويقتنع راهو حتى الببليك نتاعها الكلوب افريكان لا لا الكلوب تلعب على تيتروات لا ماناش كيب فورماتور نحن كيب تاع تيتروات كي تلعب على تيتروات باش تعمل ديون في تونس او نعطيك الكوره راهو في تونس باش تعمل ديون باش تعمل حاجه اقوى منك باش تنجم تجاري شهري نتاع الاسبيرونس 130 مليون وباش تصرف 15 مليار في العام ما ثم حتى بريزيدون في تونس ينجم يصرف 15 مليار ويحطهم هنا اذا كان ما تنجمش تصرفهم اقتنع خلينا نسكروا القصه هذه اقتنع اللي تويك يا تختار باش تعمل جينيراسيون وتصبر عامين ثلاثه وتقول ما نهزش تيتروات في عامين ثلاثه والا كان بجير ليسبيرونس راك باش تتعب. خالد عوده الملاعبيه كنت تحكي عن ملاعبيه الشبان الصغار في الكلوب عوده الملاعبيه اللي كادر في الكلوب الجمعه ذي رجعوا صابر بلال الوذري في كيف كيف ينجموا يعاونوا شويه الشبان هذوما كيف كيف حتى السوتيان تاع الجمهور اللي كان نعرف شنو صار الجمعه اللي فاتت هجموا على الملاعبيه وحتى صار شويه اعتداءات الجمهور المره هذه هز لهم بوكي دو فلور ورود شفنا حاجات من النوع هذا ينجموا يعاونوا الملاعبيه مورالمون حتى ينجموا يعاونوا الملاعبيه برشا سيرتو لي بلون نعطيك انا حاجه وقت اللي انا قبل في الكلوب افريكان كابيتان كي يطلع فوزي الرويسي طلع السليمي طلع وكل ولاد صغار كل واحد مبيته مع جوار كبير وقبل الماتش نعيط ونبدا نحكي مع فوزي نحكي مع الاخر بشويه حتى اللي يدخل اليوم الكبار هما اللي اثروا انا يبدا بحذايا قيس يلعب صغير مره اول ماتش ماركا بونت وقال لي ماركيت ما زدت باش تماركي قلت له عايش يعني اليوم انا حسوني قعدت توا في الكلوب مع اللي جوار الكل خوهم الكبير بالحق اللي خوهم الكبير ليش انا ديما نتكلم اللي صريح وما خاطر قد من اللي نلعب في الكوره عندي شكل يا اي يا بيضه يا حمر ترى ما نحبوش دونك اليوم كيما صابر خليفه ولا العيفه انا جات بريود وقتها مش على العيفه وقتها وفهمني في الغالب انا قلت لهم راهو هذاك والجمعيه نحبه وقتها اش قلت لهم؟ قلت لهم العيفه بالله يهزونا البسيكات على خاطر فما ساعة عبد تلقى عنده ان ديبريسيون سوريون الوليد ملي عمره 17 سنه هو في الضغط مرتاحش اليوم انت يشوفك للجول اللي في المانيا اللي ضرب روحه قتل روحه ستريس يقتل العيفه قلت لهم يترانا ومازلنا نستحقوه انت شفت كي صارت المشاكل الوحيد اللي تخلى وتنازل على فلوس وقال خاطر ولد جمعيه علاش انا قبيله كي قلت لك نحكي لك قلت لك عندهم لديان نتاع الكلوب افريكان ناس تحب الكلوب افريكان ناس تحب الكلوب افريكان على خاطر جمعيته يعطي البلوس ويضحي دونك اليوم صابر خليفه والذوادي ولا الاولاد هذوما كي رجعوا الكبار كان في في البوزيتيف ان شاء الله خاطر انا كيما قلت لك صابر خليفه راك الاولاد الصغار كان يعطيهم لاجون بوش من عنده والله يشري لهم صباط دونك كي تلقى واحد كيما هكايا علاش نحن ما نشوفوش شوف انت اليوم جمعيات الكبار الكل ولادها تراني ولا تلقاها جوان غاديكا يعني فهمت كيفاش دونك فما عباد كيما هذا صابر خليفه سيت مينور دوم اليوم وقت اللي يكلم ولاد صغير ولا غدوه ولا صابر خليفه ينجم كوفرون بالاريتي ينجم باس نتاع اكسبيريونس ينجم يكلم يعاون لك الاولاد سير تيران مي اليوم
ما تنجمش تلعبهم على خاطر بعد البريود هذه اللي ما همش قاعدين يلعبوا وشوف عاد كيفاش يترانيو ما همش يترانيو اللي طام تاعهم خاطر باش تلعب ماتش يلزمك عندك موك شويه سونساسيون عندك كومبيتيسيون في بدنك ما نتصورش كان باش يجي لوحهم في ماتش كيما هذا سامي فهم لاعب كان خارج الليستا وفي اخر لحظه يبدو انه التحق بالقائمه عبد الرحمن مزيان كان ماشي لاتحاد العاصمه ضغط كبير شفناه من الجمهور بخصوص اللاعب هذا يبدو انه تم العدول عن النيه نتاع التفريط فيه شنو رايك انت في اللاعب هذا هل انك مع بقائه ام انه يخرج الملاعب هذا هو الملاعب هذا هو في الدو ماتش الاخرانيين بصراحه نحكيو ثم ان بلوس معناتها كان يعمل في حاجه زايده شويه بدينا نحسوا اللي هو بدا يرجع حتى فيزيكمون بدا يجري بالكره وبدا يخرج في الباس بدا كذا به اللي داره نتاع الترجي يمكن تقول لك انا حسب ما نشوف تقول لك الملاعب هذا متكلف برشا معناتها مع انه جابوا البدري مع انه الهوني مع انه عندك المرزوقي يعني عندك في لي بوست هذيك عندك جوار دونك باش يقعد له على البنك في الاخر باش يكمل اذا كان باش تحضر ليكيب الكل باش يقعد على البنك مع انه السالير نتاعو كبير برشا جو كروا معناتها في 2 مليار وكذا يمكن السالير يمكن يفوت حتى ال 100 مليون الشهر يقول لك انا نعطيه الجمعيه تعاوني في السالير نتاعو ويسيرتو انا مش حاجتي به كتيتولير هنا جمهور الاسبيرونس يقول لك خلينا نزيدوا شونس معاه خلينا نكمل انت شنو رايك؟ راي اذا كان ماديا يتسلف اما اذا كان باش اذا كان نجمو نقدروا ماديا باش نخلوه نمشيو بيه وكاهو واذا كان اختارت الاداره هكا دونك كشانس ينجم يكون معرفش خلينا نبدلوا شويه الجو بعد ما سخنت شويه الاجواء حضرت لكم كويز ديربي بدايه لوكويز لوكويز نبدا معك انت سامي شكون افضل لاعب باش يكون في الديربي غدوه ما غير باش تخمم اعطيني اسم واحد كل واحد منكم إذا كان نلعب البدري وإلا بالرمضان خالد وسام يحيى خالد أفضل لاعب في تاريخ الدربي حمد هادي البويان سامي قدوم 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 أفضل لاعب في تاريخ الدربي نقول العايد الحمروني شكون أفضل لاعب أجنبي يلعب في الدربي مالي تولي خالد فوذي المغاري سمعتكش فوذي المغاري فوذي المغاري به خالد لاعب شاب تشوفوا من زوج جمعيات نجم ينجح في اوروبا في النادي الافريقي توا كيما تحب من زوج قرب سامي بالرمضان اذا كان يكمل بالريتم هذا يعني يكمل ريتم عالي شوي يزيد يحسن شوي فما ملاعب توا في الدربي عندك به علاقه خاصه تكلموا تحكيوا شويه تنصحوا لا ما ندخلش في خالد الملاعب ماشي لوتيل باش نحب نحكي مع الاولاد ان شاء الله الكل كل باش نحكي معاهم الكل خاطر توا جات لي مومون لازم الناس الكل تثق في النادي الافريقي وتثق في الجمعيات شكون المدرب خالد يعرف يتعامل مع الدربيات؟ اندري ناجي سامي مدرب اي يمكن لعبت معاه برشا ويوسف الزواوي معناتها قداش اكبر بريم خذيته في الدربي؟ بريم كان فيكس 500 دينار جو كرو يوصلوا احنا في البروغاسيون تاعنا دوزيام ماتش سكسيسيف تروازيام يوصل بريم 2000 يوصل 2100 اذا كان عملت 5 ماتش سكسيسيف ربح في الدربي نحكي على الدربي كهو ينجم يجيك في 5 ماتش اوكي ينجم تاخذ البريم انا قبل ناخذ اكثر منكم فما دربي فما ماتش كوب ربحناه مره 3-1 لقينا فيه بريس كل واحد لازم لين ونص معناها في ال 84 بريم فيكس احنا 500 اما ماتش دربي قعد في بالك ما تنساهش اكيد واضحه الاجابه واضحه الاجابه 5-5-5-8 سامي بونت ماركيتو ابو بكر الزيتوني كان ضغط كبير برشا وربحنا الكلوب افريكانا زيرو بالسؤال نتاعي الجاي الهدف ما تنساهش هذا هذاك هو ابو بكر الزيتوني هدف بونتو يقعد في بالك في الدربي ما تنساهش البونتو الثاني تشكري الواعر وقتها اشتحنا بسامي جريدي في اللالي يا اخي جاوني وقت السيبورتيرات الكلوب للوتيل قالوا لي بجاه ربي كي تماركي يمشي اشتحلهم بعض الجرادان نتاعهم يا اخي ماركيت الثاني وقتها فهرب لطفي الرويسي عملها يا اخي دخلت انا ماركيتها لشكري وقتها ومشيت نشتحلهم ضربوني بيدو بونتو مزيان خالد ماركيتو في الدربي نتاع الكاترا دو بلونجون بالراس سامي بونتو الثاني عمروش هزيتها بالراس بعمروش وبين ساقين عادل الهمامي دريبل بالراس بونتو تمنيت لو كان انت سجلته في الدربي بونتو زعلني انا كنت وراها ما كنت النجم من الزكورة لكن بونتو غالي برشا يعني 60,000 في رد خالد كفرون بتاع طارق غياب ماركها لنا في الفينال من بعيد باهي السؤال اللي بعده اقوى جمهور في الدربي اكيد واضحه اجابه كل واحد شكون شنو باش يقول لكن انت خالد باش تقول الكلوب علاش الكلوب يا ودي الكلوب غير عادي جمهور غير عادي مالغري ترى لي ريزلتا واحد والعباد تمشي للستاد انت ما عندكش فكره
كي تبدا تلعب في سير تيران وتمركي بونتو وتحسك السيحه نتاع الجالوري هي الكلوب. علاش قلت لك تو الكلوب حتى في الامور كان فما حاجه نسيناها قبيله، الكلوب تلعب ناقصه واحد تو. تلعب الكلوب ناقصه واحد، ناقصه راه ما عندكش فكره راه يدز ساعات الجمهور يدخلها الكوره دز دزين. علاش ليسبيرونس؟ وراه كلاب خالد صحيح شويه يقول لك جمهور الكلوب غير عادي، بالرسمي هو عاش برشا مآسي وقعد برشا يحب جمعيته ويدز معاه، وانا عشت برشا ديما احنا نروحوا نلقاوه حتى قاعد في الجرادام مازال يستنى خاطر يبدو خاسرين برشا. جمهور ليسبيرونس شيخ كوره، شيخ كوره ما نجمش نعرف قوته في الخساير، اما قعد في الجينيراسيون تاعي انا الكل ديما عنده الربح يعني شيخ شيخ عامل جو. لا مش شيخ كلي شيخ خاطر عارفهم عامل جو وديما ربح. نكمل نكمل مع بريك الاخر في الحصه نتاع اليوم ليكيب تيب. ليكيب تيب نعاول على الموضوعيه نتاعكم باش تعملوا تشكيله من زوج جمعيات كل واحد فيكم في الدربي احسن 11 لاعب في الدربي في الجينيراسيون كل ولا الكل من زوج جمعيات حاب تختار لي مش واحد مش درجيك هو اللي كلوبك هو هل يبدا خالد اي خالد بسرعه اي الدربيات اي خاطر كملنا ما عندنا وقت في ريال دروا جول عاد قبل جول سليم بن عثمان على اليمين لحظه سي خلينا نمشي سيمي جول هاي مع بعضنا شكرا لوعر خالد طارق ثابت سيمي طارق ثابت خالد عبد الرزاق شحاته يا جوش سيمي بلها في الاكس كمل الشبلي خالد بن يحيى سيمي كمل الشبلي خالد بن يحيى في الوسط نجيب غمي سيمي شاحي زيدني واحد اخر في الوسط اعطيني الوسط الكل نتاعك الكل الشاحي لطفي الرويسي عيادي الحمروني ثلاثة نمشيو بثلاثة الشاحي لطفي الرويسي عيادي الحمروني نجيب غميض طارق ذياب هادي بياري نبيل معلول انت باش تلعب اربعة في الوسط ايه هاكم اربعة كمل لي دوز اتاكو عمال خالد تويتي منصف الاخوين سامي مزالو ثلاثة نزيد خالد تويتي اون بوانت لا والله بنياتنا كنت مغروم به برشا وكان في البيريود هذيك من اقوى لي زاتاكون وكنت نحبه برشا بالرغم معناتها نحبه خاطر فينيسور تحسه تاكون يعرف يكمل الكره يعرف يماركي خالد التويتي نحبه برشا نزيد معاه شكون باش نزيد؟ باش نزيد طارق ذياب وراهم باش نزيد دوزيام اتاكون خالد طارق ذياب ماهوش اتاكون باش نزيد كي ريجيسور انا دخلوا في الوسط باهي نزيد ريجيسور كمل مازال لك واحد مازال لي واحد فما مونيتولي هذاك ولا نزيدوا معاك مونيتولي كملنا ما عادش عندنا وقت في كلمه قداش وزولتها فوق ثلاثه خالد باش نعملوا لهم هولد اب انا زيرو انا زيرو يعطيكم الصحه شرفتوني بحضوركم معايا خالد التويت وكذلك سامي العروسي شكرا اماني بن ناصر في الاخراج شكرا تقوى المديوني شكرا ايضا زميلي وصديقي محمد السعيدي من معهد الصحافه اجمل تحيات اسلام